برضو يا فرج مش فاهم مين دي؟ بقولك هدية هدية، وانت ياما هديتنا يا عم دودي. ولما هي هدية ما لفتهاش ليه؟ ايه ده؟ يعني يا هبل اطلع على السجل، تعرف مين ما تعرفش مين، عيانة مرضانة وراها قلق لا تحبسنا، صح يا جاكلين؟ صح يا حبيبي. اوعى. صح يا حبيبي. بقولك نجيفة نجيفة فلة ومؤدبة ومحترمة وبنت ناس وملهاش فيه، شفتها من كام يوم بتتشقت في الشارع، رحت شقتها وقعتها في الكندة على حسابي وجربتها لك، طلعت جامدة قوي 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 والله. والخير هيعم عليك يا عم دودي يا دودي دودي، وسنوات من الرخاء في انتظارنا. الله، عارف الحالات دي الواحد بيقول ايه؟ ايه؟ اشقط. سيبني انا مش سلمة عشان حد يطلع على قفايا ولا كوبيستا. انا اصلا لما جبتها عشان تبقى ليا لفرج، بس مكنتش اعرف بقى انها تتنطط عليا بعد ما بقت مطلوبة، عشان هي شاطرة شاطرة قوي، مع انها اصلا شعرها زي لعيبة الكورة. البنت جومانا لسعت على الاخر من اللي شايفاه. وايه بقى اللي شايفاه؟ شايفه دودي لابس احمر في احمر، ده مطلع عينين اللي جابوها يا عيني. عارفه اكتر اتنين بيحبوا بعض؟ دودي وجومانا. واكتر اتنين بيكرهوا بعض؟ دودي وجومانا برضو. فعلا فعلا علاقتهم غريبه، تحس ان هما طالعين من مسلسل عربي قديم. تصدقي؟ المهم بقى احنا فين؟ ايه؟ احنا فين؟ احنا هنا. انا مزنوق في كلمتين، تعال اقولهم في وقت تاني، لان انا بجد مش فاضيه ومش طايقه نفسي دلوقتي. بتعيد لي يا ليلى، احسن ورب العزه خليك تحصلي اللي مات. ما بحبكش، بكرهك، مش طايقاك، ما تسيبني يا اخي، انت ما فيش عند اهلك دم. اهلي الله يرحمه. بصي يا بنت الناس، انا كنت جاي اراضيكي بس انت مش تمام، من هنا ورايح كل اللي جاي اذيه ليكي. وابقي ما ترديش عليا يا ليلى، ابقي ما ترديش. ما بحبكش، بكرهك، بجد بكرهك، مش عايزك، مش عايزك، بكرهك. مين بطل الرواية يا حبيبي؟ ما بعرف، بركي الرواية هي البطل. يعني مش انت؟ ممكن تنسى موضوع الرواية 10 دقايق بس، انت شرطت وانا وافقت وقلت لك على كل اللي انت عايزه، ممكن بقى اطلب طلبي؟ ايه علي، نسيت، تعرفي مشاغل الحياة يا حبيبة، اتفضلي اطلبي، مري.
انا عايزه اروح بيت حمزه وهقول لك على كل اللي انت عايز تعرفه من غير لف ودوران. عم تسميني؟ سميها زي ما تحب، هو ده طلبي. شرفك مش عاجبك؟ كنت تفكر انه عاجبك؟ خلينا نشوف شو رح تقول. انت حبيت كم مرة في حياتك؟ حب بجد يعني ولا شغل عيال؟ لا حب بجد. واحدة بس. اسمها ايه؟ عواطف. أمي. أمك. أكدب عليك يعني؟ أنا بتكلم بجد. أنا طالما بجد بقى، أمي ثلاث مرات. أول مرة كنت في خمسة ابتدائي. حبيت بنت معايا في المدرسة. كانت قصة حب قوية جدا. بس كانت كلها نظرات، ما كانش فيها كلام خالص. والتانية؟ هي نفس البنت، بس كنا في تانية اعدادي. العلاقة المرة دي بقى كانت كلها كلام لحد تانية ثانوي. من كتر الكلام بقينا نتخانق كتير وفضايح، عشان كانت بتسميني صادق افندي. صادق افندي؟ صادق افندي ده بقى كان وش السعد. ده اللي وصلني للعلاقة التالتة، كانت مع البنت صاحبتها اللي كانت بتحاول تصلح ما بيننا. يا حبايبي. نجوان، كنا في ثانوية عامة، قعدنا مع بعض سنة لحد ما جالها في التنسيق طب بيطر المنيا. سبتها. وسبتها عشان دخلت طب بيطري يا حمزه؟ لا، عشان المنيا. ازاي انا بقى قاعد في بلد البنت اللي انا بحبها قاعده في بلد تانية؟ انا البنت اللي بحبها لازم تكون جنبي. بام الحكاوي بتاعتك من اولى ابتدائي لتالته جامعه، انا بسالك عشان تقول لي بحبك انت يا حبيبه. كده بجد والله؟ بحبك انت يا حبيبه. والله العظيم ما بدري. حبيبة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يا حبيبة، بيت حمزة وجبتك لعنده مع أنه مازن مش موافقة. شو رح يفيدني بيت حمزة؟ شو يا حبيبة؟ بدك تفهمينا شي سيد مطاري مشوار من آخر مع مرات الله وعطيك فرصة، وبأكد لك أنه ما في فرصة تانية. مين الأخ؟ جاي معنا؟ ما في شيء اسمه فرصة تانية. فرصة بتجي بتروح مرة واحدة. غريب، مع أنه أنت إجاك فرص كثير، ناصر، مجدي، حمزة، هيدا إذا اعتبرناه فرصة. حمزة أنا كنت فرصته الوحيدة، وهو كمان كان نفس الشيء بالنسبة لإلي. وين ما لفك اقراه. على الرأس. ايه رأي مازن؟ بعزبك مالي.
الفرصة الوحيدة في الحياة هي الحياة نفسها، ولا يوجد بداخلها فرص أخرى، فلننتهزها وتعيش سعيدا. هل جوع؟ اطلع. أو تقتلك الفرصة في النهاية. أو تقتلك الفرصة في النهاية. تقتلك يا حبيبة. ايه؟ ايه يا بنت مالك؟ الله، ما بترديش ليه؟ مالك مستعجلة على الدخول جوه كده؟ وحشتك ولا ايه؟ سيبنا اخرج من دنيتك الزبالة دي يا عماد. بقى جاية مصحياني من النوم عشان تقولي لي الهبل ده؟ طب لا، ما انتش خارج. يبقى اخرج انا بمعرفتي. عايزه تموتيني يا جمانه؟ من زمان وانا كان نفسي اعرف يا ترى هموت ازاي بعد كل اللي عملته في حياتي، وديكي سهلتيها عليا اهو جاوبتيني. عايزه تموتيني يا جمانه؟ عموما انا هكون مبسوط لو مت على ايديكي. يلا يلا موتي موتي يا جمانة. دوسي يا جمانة، دوسي دوسي. ما بتقعديش ليه؟ عايز تموتيني يا بنت؟ ها؟ انت ده يوم من القصة يا بنت، فاهمة؟ روح على الشغل حالا، اطلع على الشغل وما شوفش غير ايدك كده. مجدي مجدي مجدي، اديني فرصه اتكلم يا اخي. عارف انه ابن 60 كلب بايخ، بس انا بحب اللي خلفوه، مش هينفع ازعله. مجدي اطلع من الحكايه دي، بقولك ده شغلي مش شغلك يا اخي. الله. طب اقفل دلوقتي يا مجدي، هكلمك يا خمس دقايق اكلمك. يلا سلام. C'est le cadeau que je rêvais. Il est ton sourire. Oh, là, là. Quand tu te lèves, Malak. J'ai un problème avec le travail. Même après que tu m'as vu. خارجة ولا ايه؟ رايحة الشغل كباريه. هتشقي يعني؟ ها؟ لما انا كنت رايحة قلت اعدي عليك نروح مع بعض عشان نشقى سوا. ما تفوقي بروح امك، نشقى فين يا بنت انت؟ بقول لك عندي مشكلة. الله، انت ما بتفهميش. معرفش إذا كان في فرص تانية في الدنيا ولا لأ، بس اللي أنا متأكد منه إن أنا كنت فرصة لناس كتير أوي، وخصوصا الستات. أنت هنا؟ هاتي. وإحنا هنفضل جواري في المكان ده لحد إمتى؟ بقول لك إيه؟ أنا مش ناقصة، كفاية اللي أنا فيه.
عارفة أنا نفسي في إيه؟ نفسك في إيه؟ في راجل، راجل واحد بس يكون الفرصة اللي تخرجني من القرف اللي أنا عايشة فيه ده. وانت عندك عماد، انت هتهزري؟ ده البت كارن أرجل منه. وانا كمان نفسي أبطل بس مش عارفة ازاي. انا جمعت شوية فلوس نفسي افتح بيهم اتيليه وابتدي بيه، بس انا عارفة دودي مش هيسيبني في حالي. طب بقولك ايه، ما تكلمي ناصر. ناصر تفتكري هيساعدني؟ شغالي عليه الدلع. ده ناصر ده حبيب الده، يموت في المؤنس السالم. ايوه يا سيد. انا كويسه. لا بس عندي شغل كتير. بص انا في ميتنج هخلص واكلمك. اوكي باي باي. دي مواعيد؟ مواعيد. عندك مانع؟ على فكرة انت لو اتأخرت عليا تاني انا هطلع البيت وغير هدومي وبشوف حد تاني بقى اخرج معاه. ايه ده ايه ده، ايه الاسلوب ده؟ واضح ان انت نسيتي مين مديرك في الشركة. طب يا استاذ يا مديري، المفروض ان انت اللي تعلمني المواعيد. وجهة نظر برضه. صدقي اقتنعت. ما انا عارفة ان انت هتقتنع لان لولا مقنعة. اني اقرب لليلى بعد مشاكل بابا وماما اظن دي مش صدفة، ده قدر. مروان كان فرصة كويسة بالنسبة لي، وظهوره في الوقت ده أكيد ما كانش صدفة، ده قدر. ساعات كتير قوي بحس إن أنا لوحدي، حتى وأنا في البيت ومعنديش أصحاب تقريبا، كلهم في لندن وأهلي كل اللي همهم إن أبقى مبسوط. خد فلوس زي ما أنت عايز وأعمل اللي أنت عايزه، بس أهم حاجة يريح دماغك. تعرف يا مروان، أنا عاملة زيك بالظبط، إلا في حاجة واحدة، موضوع الفلوس والأهل ده. يا لولا، أنت نفسك تبقي غنية؟ صراحة ولا أي كلام؟ إحنا اتفقنا، كل الكلام صراحة. يعني بنت عايشة لوحدها، بلد مش بتاعتها، من غير أهل، يعني الفلوس بالنسبة لي سيفتي. وهي طلباتي مش كتير، كام مليون في البنك، شقة مثلا في برج زي ده، عربية، يخت زي الصغير بتاعك ده. يعني كل اللي عايزاه ان حد يسترك بس. يا ابني بهزر معاك، انا كل اللي نفسي فيه ان الاقي حد ياخد باله مني. بقولك ايه، يلا نروح عشان اتأخرنا. طب انا هنزل بقى. مش عايزة تقعدي معايا شوية؟ خمس دقايق؟ مش هينفع، عندي شغل الصبح بدري، بعدين عندي مدير رخم قوي بيركز في المواعيد. طب شكله لذيذ والله، ابقي سلميلي عليه وبسولي من هنا ومن هنا. تنسيش. باي. جود نايت. باي. كلام روعة تحف.
اجياد وسيد ما يفهم يفهم عليك. لا ما انا مش عم بفهم عليك ولا كلمه. بدك ما توخزني، ما في بيني وبينك كيمياء. هيك شو رايك سيد نطق دكتين براسها ونتركها هون بالوحلات؟ بلكي هيك روح هي وروح حمزه بيتمشوا بالغابه. اه مازن شو هالحكي؟ حبيبه حبيبه قلبي فز علي كثير. بعدين اذا انت عملت هيك كيف بدي زورها؟ كل ما بدي زور قبره بدي اجي لهون مطرح كثير بعيد. بدكم تفهموا ما هيك؟ انا بالنسبه لي ايه بدي افهم. انت شو مازن؟ حكاك جينا وما جينا الا حتى نفهم. شرف تفاهمك. لك شو عملتي؟ شو عملتي؟ البيت مختوم بالشمع الاحمر، شو رح قله للمدعي العام هلا؟ هذا كل همك الشمع الاحمر ومدعي العام؟ مش هيدا بيت حمزة؟ مش هي قوته وتخته اللي قتل عليه؟ وهيدا مش تخته؟ وهيدا شو؟ أتمني بأنه ما يكون سؤال فلسفي، بس هون حمام. هذا كل اللي طلع معك حمام؟ قضيتك كلها بتخلص هون. كيف؟ لأنك ما فكرت أنت وفايت تطلع تحت إجرك. دايما قال له لحمد صلح باب الحمام ما بيفتح غير من برا. بلاها بس ما كنت تقنع. إذا بخيط مازن فيك تسكت؟ ما متحمل كلمة من حدا. شو بعمل لك يعني؟ ما بعرف ما بعرف. هيت لهون، روح من وجهي، روح من وجهي. طول بالك لنفهم مفكر مثل العالم والناس. كيف بدنا نفكر؟ إذا تركت البلد بتكون مصيبة. شو بده يتركها لبنان؟ ده شو بتسترجي؟ أنا بعدين بلغت الأمن العام على الحدود وعلى المطار. وهي إنسانة معروفة، مين ما كان بيكمشها وبيجيبها. لازم تنجاب. سامع شو عم أقول لك؟ هيدا هو الحل الوحيد، لازم تنجاب. طول بالك.
يا طيار، كل ما بتطلب مني الطلب ده بنتعارك وبنقفش في بعضينا. يعني ايه؟ يعني يا طيار الدم اللي بيسيح ده نوعين، يا اما دم عيل تافه ملوش لازمه، يا اما دم بيبقى غالي قوي. ناس تقيله، الناس دي لازم نخطط لها صح، يا اما الناس دي هيمرهمونا ويثبتونا الزبطه اللي هي. انا اللي هفهمك برضو يا طيار. طلبت منك الطلب ده قبل كده انك تخلص على الزهار وبرضو رفضت، وكنا ساعتها هنخسر بعض. المره دي بموتها فرج، يا تخلص عليه يا هيعملها معايا، وساعتها مجدي مش هيسكت. وانا برضو بقول لك الموضوع بموتها يا طيار، عشان انا بقى اللي على وش القفص، والناس دي لو عرفوا ان انا اللي عملت كده هقع زي الصرصور، ودمي هيطرطش عليك وطرطشه كبيره. ما انت لو ما نفذتش دمك انت اللي هيطرطش. ايه؟ هتقتلني يا ناصر؟ مجدي يطلبها وساعتها هننفذ. ما انت عارف احنا عيال قلالات الاصل. ابوك لام مجدي. طب اعملوها كده وانا اقلبها لكم حنه في لبنان تما. عيال فشله. فاكرني ايه؟ كريندايزر؟ فاشلة. ماشي ماشي يا طيار. كل اللي حصل في حياتي كان زنبوق، واللي ناصر الطيار قالولي كان زنبوق تاني خالص مختلف، مع ان احنا من ايام اسكندريه واحنا طول عمرنا ضهرنا في ضهر بعض، كانش حد يسيب التاني. والله زعلان منه. طب انت يرضيك يقول لي انا كده؟ مين ياض ودخلت هنا ازاي؟ اهدى وشيل سلاحك. انا الزهار، اكيد سمعت عني. وهسمع عنك فين يا عم الابيض؟ من مجدي، من ناصر. ما طلبوا منك تقتلني؟ على العموم هذا مش موضوعنا هلا. انا جاي لك كلمتين، امشي. عايز ايه؟ $1,000,000. وتسلمني رقبة ناصر الطيار بعد يومين. انا قتل ناصر؟ فرج شبل صاحبي من واحنا صغيرين، طول عمرنا قاسمين لقمتنا سوا الحلوة مرة مع بعض. فريالي بس ما بيعرفش يفكر، عشان كده كان لازم اظبطه بكلمتين. ممكن تاكلي بليز؟ اكيد بعدك بلا اكل. طب تعي نحكي جوا. حبيبه بديكي تاخدي دوش وبعدين تغيري ثيابك، وممكن نحكي بكل شي بدك تحكيه. بليز اهدي، ما حدا رح يعرف انك هون، ما تخاف.